مساء الخير. من الموضوعات اللي مهتمة بيها الصحافة بكرة بشكل كبير هي تصريحات الكاتبة الصحفية الأستاذة نشوى الحوفي اللي كانت مثيرة للجدل، وخاصة بعد ما كانت الأستاذة نشوى هي جزء من لجنة العفو الرئاسي عن المحبوسين أو المسجونين. طيب إيه اللي حصل؟ إيه اللي حصل إنه الأستاذة نشوى هي عضو في هذه اللجنة، واللجنة دي بيرأسها دكتور أسامة الغزالي حرب، هو رئيس اللجنة، إلا إن إحنا بنفاجأ ببيانات بتخرج من الأستاذة نشوى بشكل مستمر، تكلم على إنه عمل اللجنة بيمشي إزاي، قبله مين، عملوا إيه، مين الأسامي المقترحة إنها تكون في القوائم، مين الأسامي اللي مش هتكون موجودة في القوائم. وخلوا بالكم إحنا بنتكلم لسه على مقترحات، ده اللي خلى النهاردة دكتور جورج إسحاق يخرج برضو بتصريح للصحافة يقول فيه إنه ليس من حق الأستاذة نشوى الحوفي إنها تذكر قوائم بعينها، وده اللي حلى برضو دكتور أسامة الغزالي حرب يتكلم ويرد ويقول إنه القوائم دي مش نهائية، وإنه محدش تدخل في السير في سير عمل اللجنة. ابتدت كمان الأستاذة نشوى تتكلم على مشكلة مع دكتور أسامة الغزالي حرب، إن دكتور أسامة الغزالي حرب بيضطهدها لمجموعة من الأسباب، خرجت المسألة من مضمونها وفضلت وفضلت إنها تكتب آرائها وتكتب سير العمل وتكتب الأسامي المقترحة والأسامي غير المقترحة على صفحتها على الفيسبوك. وده يخلينا إن احنا نسأل، هو مش الصفحة اللي على الفيسبوك دي مسألة أو مساحة حضرتك كنت دايما بتتكلمي على انها ممكن تؤدي الى انقسامات بشكل اكبر من انها تؤدي الى نقاط التقاء؟ ده كلام حضرتك كنت بتقوليه قبل كده، فازاي ممكن نشوف المشهد ده على صفحه على الفيسبوك باسامي مقترحه واسامي غير مقترحه؟ ده ياخدنا للنقطه الثانيه. طيب فرضا انه الاسامي المقترحه دي خلينا من فكره الاسامي المستبعده انه يتم الافراج عنها أو يتم الإعفاء عنها أو يشملها العفو الرئاسي، فرضا إن الأسامي اللي حضرتك ذكرتيها كاقتراحات إنه يتم الإفراج عنها ما حد منهم أو مجموعة منهم ما حصلش، ده هيكون إيه الموقف؟ ليه ندي طيب الأمل للأهل أو ندي الأمل لأهالي المساجين بشيء ممكن ما يحصلش وممكن ما يتحققش؟ الفكرة يعني أو الحقيقة السبب أو يعني اللي عمل كمان بلبلة في الموضوع ده إنه إدى انطباع للبعض بإنه الأستاذة نشوى وكأنها بتستخدم السوشيال ميديا كشو إعلامي مثلا، أو بتستخدم التصريحات المتداولة أو التصريحات المتتالية بإدة الإيحاء بإن هو مجرد شو إعلامي. يمكن عدد التصريحات اللي خرجت منها ما خرجش بيها رئيس اللجنة نفسه دكتور أسامة الغزالي حرب، ما سمعناش منه كل هذا الكم من التصريحات، ما سمعناش منه مين مفرج عنه ومين مين هيشمله العفو الرئاسي ومين لا. وادى كمان انطباع بجانب الشو الاعلامي بانه الاستاذه نشوى بتشتغل لوحدها وانه ما فيش لجنه مشكله بتشتغل مع بعض وهتودي القوائم دي بعد كده للجهات الامنيه ويبقى في بعد كده خطوات تانية بتليها. فبنرجو لان الصحافه مهتمه بشكل كبير بالمساله دي بكره، وخاصة أنه ليها ردود فعل كتير، وخاصة أنه كان البعض لديه التحفظات على وجود الأستاذة نشوى في اللجنة، فده ممكن يدي صورة سلبية على أداء اللجنة. وخاصة مرة تانية أكرر أنه رئيس اللجنة نفسه بينكر أو بيستنكر الكلام اللي الأستاذة نشوى بتخرج بيه. ده من الأخبار اللي موجودة في الصحافة بكرة، حبينا أن احنا ننقل لحضراتكم الجدل اللي موجود حواليه. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم، بعد كمان ما نشوف عناوين صحافة بكرة. We'll be right back.
خلينا بقى نقول لحضراتكم ايه اللي عندنا النهارده في الصحافه المحليه، ونبدا بالخبر قرار اللجنه التشريعيه في مجلس النواب بالموافقه اخيرا على تصعيد الدكتور عمرو الشبكي لمجلس النواب بديلا لاحمد مرتضى منصور. ويمكن ده من الامور اللي كانت مثار قلق ومثار خلاف في الفترة اللي فاتت. ويمكن تفتكروا حكم محكمة النقد اللي صدر لصالح الشبكي، وشفنا ازاي ان الجرايد كانت مهتمة بالمسألة دي وقتها، كمان الجرايد قالت ايه، والجرايد المصرية النهاردة برضو ادت نفس الاهتمام. ويمكن خلينا نبدأ معاكم من جريدة الوطن. جريدة الوطن ادت اهتمام للموافقة انه لجنة الشؤون التشريعية والدستورية في مجلس النواب برئاسة النائب السيد محمود الشريف وكيل مجلس النواب وافق على تنفيذ حكم محكمة النقد بتصعيد عمرو الشبكي. والخبر ده كان يمكن أعضاء كتير من البرلمان في الفترة اللي فاتت بيتكلموا على أهمية وضرورة أنه يتم تنفيذه، لأنه ده بيدي صورة إيجابية عن البرلمان. فبالتالي يمكن التصريح الأبرز اللي كانت الجرائد مهتمة بيه بأنه آن الأوان لتنفيذ حكم محكمة النقد بشأن دائرة الدقي، وأنه إزاي رئيس اللجنة شكر أعضاء اللجنة على جهدهم في مناقشة الموضوع ده طول الفترة اللي فاتت. الجرائد كمان رصدت رد الفعل سواء من دكتور عمرو الشبكي أو منصور بعد القرار ده، وهو قرار مهم، ولكن القرار ده برضو على قد أهميته إلا أنه لسه هيتحول إلى الجلسة العامة للتصويت. مع أخبار البرلمان كمان في خبر تاني من البرلمان، والخبر التاني من بوابة الأهرام بيقول خطة النواب تهاجم الحكومة بسبب عدم عرض قرض صندوق، ونائب بيقول تأخذها العزة بالإثم. والتفاصيل كانت بتتكلم على انه ازاي لجنه الخطه والموازنه في مجلس النواب برئاسه الدكتور حسين عيسى، يعني بيتكلم على اتفاقيه قرض صندوق النقد الدولي وانها زي ما تمش عرضها على البرلمان، وخاصه ان هو قرض مش قليل، هو بتصل قيمته الى 12 مليار دولار. وحصل على تفاصيلها رئيس اللجنه بشكل ودي اثناء لقاء جمعه هو والدكتور علي المصلحي رئيس اللجنه الاقتصاديه بالبرلمان. يعني لجنه الخطه والموازنه ما تعرفش حاجه عن الموضوع، فبالتالي او حصلت عليها بشكل ودي، فبالتالي كانت مهتمه انها تعرف اكتر تفاصيل عن الخبر ده. بناء عليه وحسب اللي منشور في بوابه الاهرام، فاعضاء اللجنه هجموا الحكومه بسبب عدم اطلاع البرلمان على تفاصيل القرض. وده يمكن برضو من المسائل اللي اعتقد انه الصحافه هتهتم بيها وهتفرد لها مساحه في الفتره اللي جايه، تحاول انها ترد على السؤال ده انه ازاي لم يتم عرض هذا الموضوع على البرلمان. في خبر تاني برضو منشور في جريده المصري اليوم بيتكلم على اهدار المال العام في لجنه الفيروسات الكبديه في يعني، وده حسب الخبر المنشور في جريده المصري اليوم، عنوانه بيقول اهدار 118 مليون جنيه في لجنه الفيروسات الكبديه. والخبر بيتكلم على انه اللجنه استوردت 52,000 عبوه وما وزعتهمش. جريده الوفد بتكمل برضه في الخبر وبتقول انه المستشار علي رزق رئيس هيئه النيابه الاداريه خاطب المهندس شريف اسماعيل رئيس مجلس الوزراء بشأن اللي كشفته تحقيقات النيابة الإدارية عن أنه الشركة المصرية لتجارة الأدوية تقاصت عن توزيع 52,066 عبوة من أحد العقارات المعالجة للالتهاب الكبدي الفيروسي بقيمة 68 مليون جنيه، بالرغم من انتهاء صلاحية العبوات دي في شهر مارس ومايو يونيو السنة اللي جاية. بعيد عن كل ده، طيب وزارة الصحة بتعمل إيه؟ وزارة الصحة كان ردها إيه؟ موقع مصراوي كتب عنوان بيقول انه الصحة بتشيد بمجهود بيت الزكاة في دعم برنامج العلاج من فيروس سي. والخبر حسب ما هو منشور في الموقع بيقول انه وزارة الصحة والسكان اشادت بالدور الفاعل والجهود المثمرة لبيت الزكاة والصدقات، وانه ازاي اللي بتحدث تحت اشراف فضيله الامام الاكبر شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب كاحدى المؤسسات الداعمه لمجال الصحه بشكل عام ولبرنامج علاج فيروس سي بشكل خاص. وضحت الوزاره في البيان اللي منشور انه بيت الزكاه رصد 100 مليون جنيه
للمساعده في توفير عقاقير علاج فيروس سي بالتعاون مع وزاره الصحه والسكان المتمثله في اللجنه العليا للفيروسات الكبديه. يعني الازهر رصد 100 مليون جنيه علشان يوفر الدواء، دواء فيروس سي، في الوقت اللي موجود في اللجنه 52 الف عبوه صلاحيتهم هتخلص كمان 5 شهور وما بيتوزعوش. خلونا طيب نكلم، احنا معانا دلوقتي تليفون، معانا الصحفي زميلنا في جريده المصري اليوم الاستاذ محمد السنهوري. مساء الخير يا استاذ محمد. اهلا بك يا استاذ ساره، اهلا بحضرتك. يعني اللي احنا عارفينه انه حضرتك كمان صاحب هذا الانفراد وصاحب هذا الكشف، قول لي بدايه الخيط كانت ازاي؟ ايه اللي خلاك ان انت تبدا تدور ورا الموضوع ده؟ والله يا فندم بدايه الخيط كان اداء الهيئه القوميه، اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه. اللجنه في الحقيقه بدايه الخيط كانت الشركه المصريه للادويه، والكلام يعني وصلني من بعض المصادر عن وجود ادويه مخزنه لم يتم بها موجوده في المخازن. طيب ايه السبب يا جماعه؟ بدانا نشوف ايه الموضوع بالظبط وتوصلنا للخبر اللي اتنشر امبارح في المصري اليوم واكدته النهارده النيابه الاداريه. طيب وزاره الصحه ردت ايه؟ قالت ايه على المساله دي؟ والله انا لحد دلوقتي ما جاليش اي رد من وزاره الصحه، لكن المؤكد بنسبه 100% ان رئيس الوزراء اجرى اتصال هاتفي بوزير الصحه يستعلم منه عن موقف القضيه دي، خاصه ان حصلت مخاطبات بين الهيئه وبين بين هيئه النيابه الاداريه وبين مجلس الوزراء. طيب هل في عندنا معلومه بتقول ايه السبب في انه الدواء ده ما بيتمش صرفه؟ والله المعلومة اللي عندي ان الهيئة. طيب هنحاول مرة تانية نرجع نتكلم مع زميلنا محمد السنهوري في جريدة المصري اليوم، لان هو صاحب هذا الانفراد وهو يعني دور وراء الخبر اللي عرفناه منه لحد دلوقتي انه رئيس الوزراء اتكلم مع وزير الصحة، لان احنا كلنا محتاجين نفهم طيب ليه الادوية دي ما بيتمش صرفها؟ بنتكلم على انه فاضل 5 شهور وصلاحيتها تنتهي، هل احنا مثلا خلاص ما عندناش حد مريض؟ مش محتاجين خلاص، الناس كلها خفت الحمد لله؟ نتمنى، بس ساعتها طب نشوف بقى حد تاني، دوله تانيه جنبنا ولا حاجه، نديهم الادويه يستفيدوا بيه ونبيعه. استاذ محمد اتفضل. حضرتك المعلومه الاساسيه مرتبطه بالتاخر في التوريد، لكن في النهايه التوريد حصل وكنا دفعنا بالفعل 118 مليون جنيه ثمن ال 52 الف عبوه. فهيئه النيابه الاداريه كان اعتراضها واضح وصريح، انتوا دلوقتي محتجزين 52 الف عبوه عقار، وال 52 الف عبوه عقار دول المفروض الكورس العلاجي يكون مدته 3 شهور، الثلاث شهور قربوا ينتهوا ولسه المشكله دي ما اتحلتش. طيب ايه السبب بقى؟ يعني احنا عايزين نوصل لفكره انه ليه ما بيتصرفوش؟ ليه ما متخزنين؟ اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه وفقا لمعلوماتي رفضت الاستلام بحجه ان هي جت متاخره. ان احنا كنا متفقين على ال 52 الف عبوه عقار دول مثلا، يعني دي مش معلومه، مثلا كنا متفقين ان هي تجي لنا في شهر مارس، جات لنا في شهر ابريل، فاحنا مش هناخدها منكم يا شركه يا عم للادويه. طب خليني اسالك سؤال تاني ممكن يكون يدينا حل طالما ان احنا مش عارفين نوصل لاجابه من المسؤولين. هل مش ممكن يكون هما مش عايزين يستلموا لان هما عندهم برضو فكره الصلاحيه، انه انا هيبقى عندي دواء صلاحيته تخلص كمان 6 شهور، فانت دلوقتي هتأيدني مثلا او تقللي مده الصلاحيه يبقى 5 شهور بس؟ يعني هل هي مثلا مساله بالشكل ده؟ لا النقطه دي تحديدا يا استاذ ساره انا سالت عليها، يعني هل الموضوع مرتبط بقرب انتهاء صلاحيه العقار؟ الاجابه كانت لا، قرب انتهاء صلاحيه العقار بقى بشكل اساسي سببه ان اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه تاخرت في استلام ال 52 الف عقار. طيب. يعني اللي وضع المأزق او السبب الرئيسي في اهدار المال العام هو رفض اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه استلام العقار بدعوى تاخر توريده. طيب اللجنه القوميه دلوقتي قرت الخبر اكيد في الجرايد وشافت او سمعت من حضرتك او سمعت برضو من الجرايد انه رئيس الوزراء اتصل بوزير الصحه، هل ممكن نشوف منهم اداء مختلف او تصرف مختلف بكره؟ في الحقيقه انا ما اقدرش اتوقع ده، لكن اللي انا اقدر اتوقعه ان النيابه العامه
دلوقتي قدامها بلاغ من النيابه الاداريه بيقول لها 1 2 3 ده موجود وده حصل، وان في قضيه يعني مش عارف هل هيبقى وصف دقيق ان احنا نوصفها بانها في قضيه فساد ولا لا، لكن قضيه بنتكلم فيها عن اهدار مبلغ من 68 مليون جنيه لحوالي 118 مليون 118 مليون جنيه. المفروض ان اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه ووزاره الصحه هيتم سؤالهم في النيابه العامه وفي النيابه الاداريه، والمفروض ان ده يكون حصل دلوقتي من وزير الصحه. هل طيب عندك معلومه او رصدت السوق ومدى احتياج المرضى للدواء مثلا قل زاد، يعني رصدت حاجه تتعلق بالجزئيه دي؟ لا في الحقيقه ده ما حصلش، لان في يعني برضو طول الوقت اللجنه القوميه للفيروسات الكبديه بتحاول تصدره لنا في وسائل الاعلام وعن طريق بياناتها الاعلاميه انها حققت نجاح يعني كبير في خفض مرضى فيروس سي في مصر. طب يمكن هو ده السبب بقى ولا حاجه. بالضبط خلصوا. الحمد لله كلنا خفينا الحمد لله. انا عايز اشكرك استاذ محمد السنهوري زميلنا الصحفي في جريده المصري اليوم، يمكن خفينا كلنا الحمد لله ومش محتاجين الدواء. بعد الفاصل نكمل مع حضراتكم. واحنا بقى بنتكلم عن السياحه وجهود تنشيط السياحه وجهود يعني تنشيط كمان الطيران واستئناف رحلات الطيران، نروح للخبرين اللي قدامنا دول. الخبر الاول بيتكلم عن وزاره الاثار انها قررت تفتح المتاحف بالليل يومين في الاسبوع حسب ما هو منشور في اليوم السابع. انه سعيد حلمي رئيس قطاع الاثار الاسلاميه والقبطيه وافق على، او بيقول انه مجلس اداره الاثار وافق على فتح المتحف المصري بمنطقه التحرير يومين في الاسبوع بالليل، وقال لليوم السابع ان القرار ده هيساعد على زياده ايرادات وزاره الاثار وتجاوز ازمتها الماليه، ده غير كمان انه هيبعت رساله في العالم بانه مصر امنه ومستقره، وبيكلم كمان على ان ده ممكن يهيئ الجو المناسب للمصريين والاجانب ان هم بيستمتعوا بالخروج والتنزه بالليل. هو خبر لطيف جدا وبالفعل بيدي الرسالة دي، يعني يا رب ان احنا نقدر فعلا نستفيد منه ونروج لهذا الخبر والخطوة دي بشكل صحيح. الخبر التاني بقى من وزارة الطيران المدني، ووزير الطيران المدني بيتكلم على يعني ازاي ان احنا بندور على مخرج يرجعنا مرة تانية للتعاون او لعودة الطيران الروسي. ده يمكن الخبر المنشور في موقع مصراوي بعنوان انه وزاره او شريف فتحي نتعاون مع روسيا لاستعاده الطيران بين البلدين. شريف فتحي وزير الطيران بيقول انه في تعاون مع الجانب الروسي علشان نستعيد حركه الطيران بين الجانبين في القطاع السياحي، وان المطالبات اللي قدمها او الطلبات اللي قدمها الجانب الروسي هننتهي من تنفيذها في نص ديسمبر، وهنجتمع معاهم مرة تانية وبعد كده هنبحث معاهم موعد استعادة حركة الطيران بين البلدين. المصري اليوم كتبت عنوان بتقول فيه ان وزير الطيران لا يمكن تطبيق تجربة دبي في السماوات المفتوحة، وفي مؤتمر اخبار اليوم الاقتصادي النهاردة اكد شريف فتحي انه تجربة السماوات المفتوحة مش هتنجح في مصر لانها محتاجة لتسويق بشكل جيد. طيب فكرة السماوات المفتوحة، وهي يعني عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين، هي فكرة ازاي انه يعني اي شركة طيران او اي طيران خاص مختلف عن الشركة الرسمية بيبقى متاح لها، او الشركات الرسمية بيكون متاح لها انها تتنقل بسهولة وتنزل كمان في مطاراتنا. فدورنا في الموضوع حبينا نعرف ايه اللي بيحصل، لان الفكرة دي محل نقاش وجدل وصراع بين وزارة السياحة ووزارة الطيران، ولقينا مقال كمان منشور في 2014 لمصطفى النجار بعنوان السماوات المفتوحة صراع السياحة والطيران المزمن، وبيتكلم فيها عن الصراع بين السياحة والطيران عن جدوى الفكرة في تنشيط السياحة. بيقول في مقاله تظل القضية قضية العلاقة بين قطاعي السياحة والطيران في غاية الأهمية، فلا سياحة بلا طيران، وبالتالي يظل التنسيق والتعاون بينهما أمر لابد منه. وبيكلم انه علشان كده ومع ظهور ما يسمى بنظام السماوات المفتوحة في العالم من 20 سنة او اكتر بيزداد المطلب يعني بتطبيق النظام ده وفتح جميع المطارات قدام كل الشركات علشان ده في مصلحة الاقتصاد القومي بشكل عام، بالرغم
الاعتراف بتأثيره على شركات الطيران الوطنية، وإن المهم مصلحة الاقتصاد ومش الشركة. فبالتالي ده اللي ممكن يفسر ليه الوزير وزير الطيران وأي وزير طيران قبله كان بيكون ضد الفكرة دي، لأنه حسب كلامهم وحسب التصريحات اللي بتخرج من الوزارة بشكل مستمر أنه وزارة الطيران، عفوا، شركة الطيران الوطنية محتاج لها أو بتحتاج تسويق بشكل أكبر لأنها بتخسر، فبالتالي إحنا محتاجين إحنا نسوق لها، أو إن إحنا يعني الشركة تقف على رجلها عشان نقدر إن إحنا نعمل هذا النظام. نروح بعد كده لجريدة الشروق، وإنه يحيى راشد وزير السياحة بيقول إنه عملية تعافي صناعة السياحة بتتم بشكل تدريجي وفقا لمنظومة محددة الأهداف والخطوات، من ضمنها دفع حركة الطيران المباشر للمناطق السياحية. يعني ده معناه إن الكورة بترجع مرة تانية لملعب وزارة الطيران المدني. وده ياخدنا بقى الخبر اللي بعده، هو خبر ممكن يكون مش بعيد قوي عن السياحة، هو خبر من دير سانت كاترين، وبيتكلم على انه اللي بيحمل هو الخبر ده موجود في جريدة المصري اليوم، بيقول انه شروط الحمل المفتاح، مفتاح دير سانت كاترين، انه حامل هذا المفتاح يكون عنده امانة واخلاق. الخبر بيتكلم على مفتاح دير سانت كاترين وازاي ان قبيلة الجبلية تشيل او بتحمل هذا المفتاح على مدى سنوات كتير، وانه شباب القبيله في سانت كاترين بيتحملوا امانه ان هم يبقى المفتاح ده معاهم، وابواب مفتاح ابواب دير سانت كاترين الرئيسيه بتتفتح الابواب الرئيسيه وبتتقفل في مواعيد محدده حسب قواعد وتعليمات الدير، ولكن شرف حمل امانه المفتاح ما بياخدهاش اي حد في قبيله الجبليه، رغم انه في قبائل تانية بتشارك في خدمه الدير. بيقول حسب جريدة المصري اليوم، بيقول رمضان الجبالي وهو واحد من الشباب اللي معاهم مفتاح الدير، انه المفتاح معاه بقاله سنين، وانه بيتواجد في الدير من 6 الصبح لحد ما الدير يتقفل 12 الظهر، وقال انه بيطبق تعليمات الدير في فتح واغلاق الابواب الرئيسية. ومش بس كده، احمد ابو راشد وهو واحد من مشايخ قبيلة الجبلية بيتكلم عن شروط اللي معاهم المفتاح، فبيقول انه مفتاح الدير بتحمل أمانته لأربعة من شباب الجبلية بيتميزوا بالأمانة والأخلاق الحميدة، وقال إن كل شاب معاه المفتاح لمدة 12 ساعة على مدار اليومين. بجانب إن الخبر ده بيوري لك إزاي فكرة إنه أهم حاجة اللي يشيل المفتاح طبعا يكون ليه صفات أخلاقية معينة، بيوري لك كمان إزاي لقطة زي دي، حاجة بسيطة ممكن تكون ما بتفكرش فيها، لقطة صحفية حلوة، فكرة المفتاح نفسه. يمكن برضو الناس بتعرف فكرة المفتاح، مفتاح الكعبة، ازاي انه برضو مش اي حد بيشيل مفتاح الكعبة، فيمكن كانت بالنسبة لنا او بالنسبة للي بيقرأ الخبر او بالنسبة للبعض، ممكن طبعا ناس كتير تكون عارفة المعلومة دي، لقطة جديدة ركزت عليها المصري اليوم. وده بيرجعنا لفكرة الاخبار الخفيفة واللقطات الخفيفة اللي صحافتنا هي لحد ما ما بتبقاش مهتمة بيها جنب أخبار السياسة وتغطيات السياسة، فمهم جدا ولطيف جدا إن احنا نقف عند لقطات خفيفة بالشكل ده. خلونا بقى نروح بعد كده لمجموعة من المقالات اللي بتتكلم عن الانتخابات الأمريكية. وبالمناسبة الانتخابات الأمريكية لسه موجودة وحاضرة في الصحافة المحلية، في الصحافة العربية، وفي الصحافة الدولية. جريدة الشروق فيها مقال للكاتب الدكتور مصطفى كامل السيد، عنوانه بيقول ترامب وأزمة الديمقراطية الليبرالية. بيقول في مقالته الاقتصار على ما يسمى بقواعد الديمقراطية الإجرائية لا يكفي لحماية الديمقراطية الليبرالية واستمرارها، ولكن علاج هذا التهديد يقتضي النظر إلى البعد الاقتصادي والاجتماعي لهذه النظم، والذي أفرغ انعدام المساواة في الدخول والثروات واتساع الفجوة بين من يعملون ومن يملكون. المقال اللي بعده في مقال للكاتب عمرو الشوبكي، دكتور عمرو الشوبكي، في جريدة المصري اليوم، عنوانه كلينتون والإخوان. بيقول فيه دكتور الشوبكي أنه يقينا هيلاري كلينتون هي الطبعة الأمريكية من الحزب الوطني، أو بمعنى آخر هي تنتمي للمؤسسة التي ولدت لتحكم، وبالتالي نالت تصويتا عقابيا في الانتخابات الأخيرة لأن الناس سئمت استمرار نفس الإدارة في الحكم،
فقد كانت وزيرة خارجية في إدارة حكمت 8 سنوات. ولو كان الحزب الديمقراطي قد قدم مرشحا جديدا لم يحكم لكانت فرصه في الفوز على ترامب راجحة. وبالمناسبة النقطة دي تحديدا هي اهتمام أو واخدة اهتمام كبير جدا في الصحافة الأمريكية. الصحافة الأمريكية والإعلام الأمريكي بشكل كبير مهتم في الفترة دي أنه يطرح سؤال جايز يبدو للبعض، يبدو لي أنا شخصيا أنه سؤال يعني فات الميعاد على رأي أم كلثوم، أنه لو كان في مرشح تاني غير هيلاري كلينتون هل كان ممكن يتفوق على ترامب وياخد الأصوات؟ خلاص اللي حصل حصل، ليه لسه بنناقش المسألة دي؟ ولكن الجرايد والإعلام الأمريكي بيناقش الموضوع ده. ولكن نقطة دكتور عمرو الشبكي عن فكرة التصويت العقابي بتيجي رد على المسألة دي. المقال الثالث هو أو الافتتاحية اللي موجودة في الحياة اللندنية للكاتب غسان شربل، عنوانها بيقول نحن والرجل الغامض. شربل بيقول اعتقد كثيرون أن الأمريكيين قد يرسلون رسالة اعتراض صارخة على مؤسسة الحكم، لكنهم استبعدوا أن يذهب هؤلاء في المجازفة إلى حد وضع أمريكا والعالم في عهدة رجل مجازف، رجل ليس جمهوريا، رجلا ليس جمهوريا وليس ديمقراطيا، ولم يصدق له أن ينتخب، لم يدخل برلمانا ولم يدخل حكومة، رجل يقول ماذا يرفض أو ما يرفضه أكثر بكثير مما يقول ما يريده، إنه عالم يتغير. أخطأت استطلاعات الرأي ومعها صحف عريقة، والغريب أن دولا غربية كبرى ارتكبت الخطأ نفسه وبينها بريطانيا. بالمناسبة الصحافة البريطانية برضو كانت يمكن بتشارك، يعني كنت تحس أنها مرآة الصحافة الأمريكية في مسألة أو في حملتها ضد دونالد ترامب وتحملها على دونالد ترامب. الموضوع كمان المهم بقى النهاردة في الصحافة الأمريكية عن الانتخابات الأمريكية لسه فكرة اجتماع المجمع الانتخابي يوم 19 ديسمبر. زي ما احنا عارفين انه الأصوات اللي شفناها في الانتخابات الشعبية التصويت الشعبي طبعا كانت كلينتون بتفوق ترامب، ولكن مع احتساب نقاط المجمع الانتخابي وقتها ترامب تفوق بنسبة كبيرة بفارق كبير على كلينتون في أصوات المجمع الانتخابي. ولكن في نقطة هنا الصحافة بقى ابتدت تتكلم فيها النهاردة بشكل كبير جدا، الصحافة الأمريكية، وهي فكرة أنه اجتماع 19 ديسمبر اللي هيجتمع فيه بقى يعني المجمع الانتخابي واللي هما بقى اللي بيمثلوا النقاط دي، النقاط اللي تم احتسابها، هل ممكن يغيروا رأيهم؟ هل الاجتماع ده ممكن يغير النتيجة وكلينتون هي اللي تكسب مش ترامب؟ هل الناخبين أو المواطنين يقدروا أنهم يؤثروا على أعضاء المجمع الانتخابي؟ خلونا نتكلم مع الأستاذ محمد السباعي وهو الصحفي بجريدة الأخبار وهو متخصص في هذا الشأن. مساء الخير يا أستاذ محمد. مساء الخير أستاذ سارة. أهلا بحضرتك. وهل ممكن نشوف نتيجة مختلفة بالفعل زي ما الصحافة الأمريكية بتتكلم؟ الحقيقة على المستوى الشخصي لا أتوقع هذا على الإطلاق. كل الإجراءات التي ستتخذ في شهري نوفمبر أو ديسمبر هي إجراءات روتينية تقليدية في إطار التمهيد لاستلام الرئيس الجديد دونالد ترامب للسلطة في 20 يناير 2017. لن يحدث أبدا في تاريخ الولايات المتحدة إن كان الاجتماع الثاني لأعضاء المجمع الانتخابي مغيرا للنتيجة التي أجمع عليها الناخبون. وأود أن أوضح نقطة، أن الناخبون يصوتون لأعضاء المجمع الانتخابي وهم يعلمون ميول أعضاء المجمع الانتخابي ويعلمون لمن ينتمون ولمن يعطوا أصواتهم. التصويت لا يأتي عبثا، لا يأتي جزافا، وحتى لو غير واحد أو اثنين أو ثلاثة من أعضاء المجمع الانتخابي رأيه فهذا لن يغير في النتيجة، فالفرق كبير من الأصوات. نحن نتحدث عن فرق يتخطى 30 صوتا على ما أعتقد. النتيجة النهائية كانت تقول أن ترامب فاز ب 249 صوت من أصوات أعضاء المجمع الانتخابي، هو ما يعني أنه يكاد يقترب من حجز 40 صوت فارق بينه. يعني مش ممكن أنه المواطنين يأثروا أو يكون ليهم تأثير على الناس اللي بتجتمع في المجمع الانتخابي والنتيجة تتغير؟ يعني ده اقتراح أو يعني ده طرح خيالي في الصحافة الأمريكية؟ خيالي ولم يحدث في تاريخ الولايات المتحدة، لم يحدث على الإطلاق في تاريخ الولايات المتحدة.
ما تطرحه الصحف الأمريكية اليوم. يبدو أن الصحف التي كانت مؤيدة لهيلاري كلينتون والتي ظهرت يعني خرجت لنا باستطلاعات مضللة عن نية الناخب الأمريكي في التصويت لدونالد ترامب وأوهمت الجميع أن هيلاري هي الفائزة وكان الجميع سعيد بذلك، تحاول مرة أخرى يعني أن تجذب كذبة أخرى وتروج لها وتصدقها. ولكن انا اؤكد لحضرتك ان يعني لا شيء سيعوق دونالد ترامب عن تولي مهام منصبه في 20 يناير 2017. انا عايزه اشكر حضرتك الاستاذ محمد السباعي الصحفي في جريده الاخبار، بشكر حضرتك على وجودك معانا. اخر بقى حاجه معانا النهارده، يمكن النهارده كان في ظاهره مهمه جدا وهي ظاهره القمر اللي كل الجرايد وكل وكالات الانباء بتنقل صوره وبتورينا، اللي هو يعني بتسمى وبيطلق عليها السوبر مون، وبتورينا صور بديعه للقمر. يعني شوفوا بقى مثلا الوكاله الفرنسيه، يعني زي ما حضراتكم شايفين دي، ده المفترض ان دي صوره القمر، ويمكن المفترض ان دي ظاهره كمان، يعني دي اقرب نقطه للقمر من الارض وحصلت من اكتر يعني من 40 سنه تقريبا. ولكن السؤال بقى، واحنا شايفين القمر كده هو واضح وكاننا خلاص قربنا نلمسه من كتر ما هو كبير وواضح في الصور بالشكل ده، وجنب العمارة وجنب المركب ويعني وجنبنا وجنب الطيارة وكل حاجة. هل القمر ليه لما بنبقى ماشيين في الشارع مش شايفين القمر بالقرب ده؟ ايه السبب؟ يمكن دكتور وحيد سعودي يشرح لنا القصة دي وهو متحدث باسم هيئة الأرصاد. مساء الخير يا دكتور وحيد. مساء النور يا فندم، اهلا بحضرتك. وايه السبب في ان احنا بنشوف القمر بشكل مختلف في الصور عن شكل القمر اللي احنا شايفينه في الشارع؟ لا 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 حضرتك، يعني انا اسف، ده تخصص قسم فلك مش ارصاد. يعني الاقمار والكواكب وما شابه والنجوم والحاجات دي، ده تخصص فلك مش ارصاد جويه. ارصاد جويه اللي هو التعامل مع الغلاف الجوي حضرتك. طيب اسال حضرتك برضو عن حاجه تانية، انه هل طيب الظاهره دي ممكن تكون مؤثره على حاله الارصاد او حاله الطقس؟ لا 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 لا، ملهاش اي علاقه حضرتك، لان احنا بنتعامل داخل الغلاف الجوي بعيد تماما عن تاثير الاقمار. الاقمار بيبقى لها تاثير على عمليه المد والجزر داخل البحار فقط حضرتك، لكن بشكر اتفضلي. بشكر حضرتك دكتور وحيد سعودي على وجودك معانا في الصحافه اليوم. عموما دي كانت جولتنا في الصحافه اليوم، بكره جوله جديده، تصبحوا على خير.